طيب عودوا إلى قواعدكم يلا. دكتور هشام؟ في دكتور هشام هون؟ طيب نكمل؟ نكمل؟ بسم الله. طيب الآن سنبدأ بأول ما أول العمليات، الإحساس، التفكير، العقل. أول العمليات هي أي عملية؟ عملية الإحساس. ما هو الإحساس؟ أول شيء أريد أن أنبه له، لا تخلطوا بين كلمة الإحساس وكلمة الشعور العميق اللي احنا نستخدمها يعني بشكل دارج، اللي هو يعني أنا أريد أن أحس يعني بكذا، فلان عم بيحس فيه، فلان يا أخي ما بتحس لما أحكي. هذا مش الإحساس اللي أتكلم عنه الآن. الإحساس بالتعريف العلمي اللي سنتكلم عنه الآن هو مجرد تلقي المدخلات، مجرد تلقي المدخلات، هذا اسمه إحساس. يعني مجرد وصول الصوت إلى الأذن ومن الأذن إلى الموقع الخاص فيها بقشرة الدماغ، هذا اسمه إحساس. مجرد تلامس القميص مع الجلد وإمكانية إيصال هذه اللمسة إلى الدماغ بين قوسين لإدراكها أو لوعيها، هذا اسمه إحساس. مجرد وصول موجة يعني ضوئية على جسم وانعكاسها على العين ومنها إلى الدماغ، هذه النظرة، هذا اسمه إحساس. واضح إذن؟ هذا هو الإحساس. فأرجو أن أتكلم كلمة إحساس، ما تروح مخيلتكم إلى الشعور العميق والوجدان والبكاء والخواطر اللي نكتبها ونسكر على حالنا الباب، لا. الإحساس هو فقط بهذا الشكل الجامد بين قوسين. طيب إذن الإحساس هو تلقي المدخلات. إيش هي هذه الدوائر اللي أمامنا؟ هذه رمز للمدخلات اللي نتلقاها في حياتنا اليومية. كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. وقلت أنا هذا طبعاً فقط يعني رسم محاولة تبسيط وتوضيح، لكن لدينا ملايين ويمكن مليارات من المدخلات في الحياة اليومية. يكفي أن أقول أن الدراسات اللي تتكلم في علم النفس التربوي وفي علم نفس النمو تتكلم عن أن الطفل الذي لا يتجاوز السنتين يستقبل في اليوم، عفوا، يستقبل في أقل من ساعة ما مقداره مليونين مدخل. كيف؟ دائما البعض يقول هذه مبالغة، في أقل من ساعة مليونين، يعني هذه. دائما أقول لو أتينا بطفل الآن في هذه القاعة، بالنسبة لكم أنتم، لو قلت الآن، لو قلت مثلا الأخ شادي، تعال يا شادي وقف هنا، لا تجي مثال، تعال شادي قف هنا وحاول أن تحصلي، أن تعد لي ما في القاعة، ما الذي سيحصل؟ سيبدأ شادي بيم، طيب، وهو ينظر قبل أن يقول كم، وهو ينظر الأفكار اللي في الداخل هي لابتوب، جهاز عرض، بروجيكتور، تليفون، كذا. فهو عد الآن كم شيء؟ ثلاثة، صح؟ بالنسبة للطفل لا طبعا، لا طبعا. هذا اللي في نظر عبد الرحمن أو شادي تليفون فقط، في نظر الطفل هذا عبارة عن أشياء، هذا شيء، وداخل الشيء في أشياء، وكل شيء ما بيشبه الشيء اللي شيئه، يعني حتى كلمة جنبه ما عنده تعريف إلها. طيب شيء، فكل سينجل انبوت، كل مدخل، كل عارفين في لغة الكمبيوتر البيت والبايت، كل سينجل بيت هو عبارة عن مدخل مختلف عن المدخل الآخر. يعني لدرجة مثلا لو عدنا هنا إلى هذه الصورة وقلنا لأي شخص فيكم اقرأ لي الكلمة اللي فوق، حتقولوا الفكرة. إيه انسوا الموضوع. عند الطفل كلمة الفكرة مليئة بالأشياء المختلفة، فما نسميه ألف بالنسبة له شيء، واللام اللي في نظرنا هي تشبه الألف بس معها لا، هي شيء مختلف. وهذه الدائرة اللي فوقها شيء آخر اللي هي النقطة اسمها شيئين، وكونها على يمينها شيء اسمه لام وعلى يسارها شيء اسمه كاف، هذا يعطيها ثلاث أشياء. انتم متصورين؟ فكمية المدخلات اللي تدخل إلى الطفل
في الساعة الواحدة من الطبيعي ربما أن تصل إلى فعلا مليونين أو أكثر. فما بالكم لو دخل الطفل إلى قاعة مثل هذه، كل هذه البوكيهات الورد واللوحات، يعني صعب. ومن هنا تأتي إحدى نظريات، بالمناسبة هذا يعني مو موضوعنا، ولكن إحدى نظريات محاولة فهم الأوتيزم والتوحد أو مرض التوحد أو الذاتوية أو يعني التوحد هو الاسم المعروف له. تعرفوا الأطفال اللي عندهم توحد؟ في حد ما بيعرف التوحد هنا؟ التوحد يصنف على أنه مرض نفسي، أنا شخصيا لا أعتبره مرض نفسي، لكنه يصنف على أنه مرض نفسي، وفيه يعني طيف متعدد من الذكاء يعني إلى حد العبقرية والغباء اللي لا علاقة له بأي شيء أكاديمي، ولكن يتفق في بعض المشكلات في التواصل الاجتماعي. فتجدون الطفل مثلا لا يضع عينيه بعين أحد، لا يخاطب أحد وهو ينظر إليه وجه لوجه إلا إذا وثق به ثقة يعني كبيرة، يركز في شيء واحد فقط، إذا صدر أكثر من صوت في نفس الوقت ممكن أن يعني يسبب له انهيار في تلك اللحظة وصراخ إلى آخره. واحدة من محاولات فهم لماذا يبدع معظم الأطفال اللي عندهم توحد أنهم يركزون في الشيء ولا يدعون كثير من المشتتات في نفس اللحظة تدخل. لذلك ليس غريبا أن تجد شخص طفل من الأطفال المتوحدين إذا وضعته أمام خارطة كاملة للعالم بكل تفاصيلها لمدة دقائق وأغلقت الخارطة يستطيع أن يعطيك كل تفاصيلها، ما يسمى بالذاكرة التصويرية. طيب، وكان في شخص معروف عملوا عليه فيلم اسمه رينمان، هذا الشخص على اليوتيوب المقطع موجود، أخذوه إلى مكتبة الكونغرس، المكتبة المشهورة وهي يعني تقريبا أكبر مكتبة في العالم، والمذيع صار يأخذ الكتاب ويسأله عنه أولا إن كان قرأه أو لم يقرأه، فيعني يكون ما قرأ الكتاب، فيبدأ يتصفح الكتاب، يعطي الكتاب فيبدأ يتصفحه دقائق، يغلقه فيعطيه للمذيع، فيبدأ المذيع يفتح الكتاب يقول له صفحة 16 السطر رقم 4 من الأعلى، الكلمة رقم 5 من اليمين، يعطيها في دقائق. طيب، طبعا بالمناسبة أيضا على الهامش، الطفل المتوحد يعني من الحالات اللي سببت مشكلات عند الدارسين والباحثين في العالم، يعني في علم النفس، في يوم من الأيام كانوا يعتبرونه لعنة وكانوا يحرقون الطفل اللي عنده توحد، اللي عنده هذه الصفات. طيب، ثم بعد ذلك صاروا يعتبرونه إله فصار يعبد. شوف كيف المرض، والآن معتبرينه مرض نفسي ولا أعلم وين حنوصل. طيب، على أي حال، إذا لدينا كم كبير من المدخلات، وقلنا في البداية اليوم قضية الإعلانات التجارية وما نشاهده وما نسمعه وإلى آخره، وهنالك ماذا إن شاء الله يعني فيديو يمكن لما نغلق التسجيل راح نوريكم إياها، تظهر أهمية ما نتلقاه مثلا من منظورات من مدخلات على العين، وقد لا نظن أن يعني فيها أي بأس ولا نلقي لها بالا ولكنها تؤثر. طيب، هذه المدخلات ما الذي يحصل لها؟ أنا الآن تلقيت هذه المدخلات، طيب دخلت هذه، رأيت صورة معينة ودخلت، رأيت سمعت صوت ودخل، إيش المشكلة؟ ما هي المشكلة في الإحساس؟ ستستغربون أن أقول لكم أن كثير من الناس يعيشون فقط في دائرة الإحساس ولا ينتقلون منها إلى ما بعدها. عارفين لما تسألون ليش عايش؟ هيك هيك، ليش سويت كذا؟ هيك، لماذا تفعل كذا؟ هيك هيك، هذه هيك. طبعا بالمناسبة كما أقول دائما، هي في كل يعني عملنا دراسة في دبي، هنا في لبنان، في أمريكا، كلها نفس في مصر نفس الإجابات بس بلهجات مختلفة، هيك كذا كذي just because، في كل مكان هي نفس المرض ولكن بلهجات مختلفة، بصور مختلفة، بأقنعة مختلفة، اللي هي ما أعبر عنه دائما باللفظ القرآني، كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لا تفكير لا عقل ولا شيء. حتى نختصر كيف نفهم ماذا يحصل في هذه المدخلات عندما تدخل إلى الدماغ، تخيلوا معي الصورة اللي أمامكم الآن، تخيلوا معي أن هذا الفراغ، هذا المستطيل المفتوح هو عبارة عن الدماغ. طبعا رسم يعني إن شاء الله يكون في شخص محترف في يوم من الأيام يساعدني بالرسومات، هذا بس رسم مبسط. تصوروا أن هذا هو الدماغ. الآن العلماء يتكلمون عن أن ما نستخدمه من دماغنا،
يعني ما اعني بما نستخدمه من دماغنا حتى لا يتجه البعض الى ان يعني طيب احنا ناكل، لا، ما نستخدمه ادراكا في عمليه الوعي والتفكيك والتحليل وكذا لا يتجاوز 1 على 10,000. طبعا انسوا هاي الارقام اللي كنتوا تسمعوها 2% و10% لا. الان يقولون اننا لا نستخدم 1 على 10,000. الدماغ نستخدمه طبعا في قضايا المعيشيه اليوميه، التنفس وضربات القلب والاكل والشرب، لكن اتكلم على ان اتوقف وان احل وافكر، نحن لا نستخدم اكثر من 1 على 10,000. وكما يشرحونها في الكتاب وكما اقولها دائما، تخيلوا معي ان الارض اللي يعني تحت اقدامنا الان، ارض القاعه، فيها 10,000 مربع، نحن نقف على مربع واحد فقط بكل انتاجات الانسان، بكل اختراعاته، بكل كذا، 1 على 10,000، يعني يا دوب نقطه في هذا الفراغ. قبل ان اكمل، لكم ان تتصوروا اذا لم نكن نستخدم الا 1 على 10,000 من كل هذا المستطيل، من اين تاتي عباره مثل عباره واصله معي لهون؟ صح؟ نفس المربع. ما هو السؤال من اين تاتي، من اين ياتي هذا الاضطراب مع اني مو مستخدم الا 1 على 10,000؟ فكر، سنتكلم عنها، اي راح نخوضها. طيب، لكن تعالوا بس اكمل المعطيات اللي في الصوره. اذا اول شيء في عندنا هذا الدماغ، هذا المثلث الاحمر اللي في داخل الدماغ، ما هو اللي راح يجيب عليه الامني جائزه اليوم؟ بشرط انه ما يكون طبعا يعرف المعلومه من قبل، يكون اليوم. ايوه، لا ذكرتها انا قبل قليل. احساس؟ لا. ايش؟ لا، الغريزه. انا ما بعرف مين يعني، هو كذا واحد حكاها، بسالك الجائزه خلص. طيب، الغريزة، نحن قلنا ولدنا ومعنا شيء معين لا يحتاج إلى أفكار مسبقة، صح؟ اللي هو الغريزة. هذه الغريزة موجودة بمجرد ولادتنا، يعني نحن نولد وتلقائيا إذا نقصت الغذاء، بعض المعادن، بعض الأملاح، بعض كذا، الماي، تلقائيا يصبح في داخلنا توتر نسميه فيما بعد بالعطش أو الجوع. هل أنا بتعلمه ولا موجود معاي؟ موجود. وإلا لو كنت راح أتعلم ممكن أموت خلال 2 أو 3. يعني تصوروا أنه أنا أولد ولازم أتعلم كيف أجوع، صحيح والله، تصوروا أتعلم كيف أجوع فما انتهى. ولذلك من تعريفات الغريزة هو ما لا يحتاج إلى تعلم، من أحد تعريفات الغريزة هو ما لا يحتاج إلى تعلم. طيب، اللي فوق هذول هم مجموعة من المدخلات المختلفة في حياتنا، طبعا هي رموز، يعني رموز فقط، يعني غير مقصودة لذاتها، النجمة والسهم والكذا. الإنسان بطبيعته من كل المدخلات اللي يمر بها وتمر حوله، أكثر ما يميزه هو إيش؟ شوفوا الرسمة، أكثر ما يميزه هو إيش؟ الغريزة. وهذا شيء طبيعي لا يتهم عليه الإنسان. يعني أنا كما أقول دائما، ما يجي واحد يقول لي والله يا دكتور أنا فلان تركته ما عجبني. ليش؟ يا اخي بنكون ماشيين واذا مرينا جنب مطعم يعني هيك ينظر الى نعم ايش مشكله، يعني ما عنده هيك تصرفات غريبه. ايش التصرف الغريب؟ مر جنب مطعم، المطعم يذكره بالطعام اللي هو جزء من غريزته، فمن الطبيعي انه فلانه ما بتعجبني. ليش؟ يعني بتعطش. اخلاقها اليومين مش يعني غريزه. ومن هنا بالمناسبة يأتي الفهم النفسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فضل إنما لك الأولى وعليك الآخرة. قضية النظرة، لأنه أنت من غريزتك أنك إذا مررت قرب أنثى، من غريزة الذكر أن ينظر النظرة هاي، من غريزته، هذه غريزة ما تحاسب عليها، تحاسب على إيش؟ بالضبط، على النظرة الأولى تطول. طيب، على أساس نظرة أولى، أو أنك تنظر ثم تعود بعد قليل، هذا اللي يحاسب عليه الإنسان، ما يسمى الإبصار. طيب، يغض من أبصارهم مش أنظارهم. هذه المدخلات تدخل تلقائيا، الإنسان لما تدخل عليه هذه المدخلات ما الذي يحصل؟ كلها تتجه إلى آخر المستودع الدماغ هذا، ويبقى مين المتصدر في الأمام؟ هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. أكثر ما أحب أن أستمع إليه الكلام عن المطاعم والشرب والمقتنيات والأكل والبيت والقرض البنكي والمشعر إلى آخره. هذا غريزة يا جماعة،
لا احد يستطيع ان يقول انت غلط انك يعني بتحب انك تحكي عن المنسف، يعني انت يعني من خوارق المروءه هي، يعني ما راح لا نحدث عنك بعد. لا، وين المشكله الان؟ المشكله هو فيما بعد ذلك. المشكله للاسف اننا صرنا في زمن معظم المدخلات الان تحوي ايش؟ غرائز. معظم المدخلات تاتي لتخاطب ايش؟ الغريزه، بل اكثر من ذلك صارت تركز عليها، صارت هي اللي فوق. كما اقول دائما اتحداكم ان تروا اعلان تجاري في الشارع لا يخاطب الغريزه. اتحدى. حتى بعض الاشياء اللي لها علاقه بافعال الخير يربطونها بغريزه. خروف وكبش، مش عارف، يعني تصدق حتى يحفظ الله جسدك، مش عارف. لا، اما بيور روح، روح نقيه خالصه، لا هذه صعب. صعب. هذه المدخلات اللي مرتبطة بالغريزة، يعني إعلان عن مطعم. طيب إعلان عن مطعم يكفي إنك تحط لي مثلا طبق منسف، بكفي. لا، لازم طبق المنسف يكون جنبه واحدة متعرية، أو بلاش متعرية، لابسة ثوب أردني مكاسية، لكن لازم يكون في أنثى. ليش؟ تخاطب أكثر من غريزة في نفس الوقت. فلفلينة. إيش؟ فلفلينة. بالضبط. تخاطب أكثر من غريزة في نفس الوقت، فما بالكم لما يكون أكل مع أنثى، مع عبارات معينة، مع إيحاءات معينة، مع استخدام ألفاظ معينة من مسلسل معين، يأتي لي بمدخلات أخرى أيضا لها علاقة هذه كلها مجموعة تعطى، فالغريزة تكون رقم واحد في تفكيره. طبعا كرروا هذا مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يصل الأمر إلى هنا، تصبح الغريزة هي الحاكمة. أي شيء يدخل إلى مستودع الدماغ عندي، أول ما أميزه فيه أميز إيش؟ الغريزة. كما أقول دائما، دخلنا على مكان الناس جالسين، معظم الناس إلا من رحم الله، إذا حبوا أنه يتعرفوا على شخص راح يميزوه من لبسه، من الجالكسي اللي معه، أو الآيفون، أو المش عارف الكذا، أو سيارته. كم نسبة أولئك الذين سيقفون يقول لا أنا بصراحة حاب أتعرف على فلان، هذاك هادي، ومن أول ما دخلنا عنده ابتسامة هيك لطيفة جدا. كم نسبتهم هذول؟ هذول مجانين، الناس يقولون عنهم مجانين. أما أنك تقف في طابور تنتظر مثلا تذكرة معينة ولا ربطة خبز ولا كذا، وتقف وأنت لا تعلم من أمامك ومن خلفك، ولكن بإمكانك أن تجلس يعني لتحادثهم نصف ساعة عن تليفونهم، قشرة فقط، شيء يعني قشري، امتلاك له غريزة طبعا، تملك الشيء وتجدده. طيب بس، وكم نسبة أنك ستستخدم استخدام صحيح؟ انسى الموضوع. لكن كم نسبة أنك في نفس الطابور هذا حصلت مشكلة، شخص جاء فأراد أن يعني يتجاوز، فالكل بدأ بالسب والشتم والصراخ إلا شخص معين تعامل مع الموضوع بطريقة رائعة، كم نسبة أن تتجه له بفضول لتقول له يا أخي أنت كيف وصلت إلى هذه الدرجة من الهدوء؟ صعب. أحمد بن حنبل يقول ليس العجب في من هلك كيف هلك، إنما العجب في من نجا كيف نجا. طبيعي، الغريزة ما دامها حاكمة سيكون من الطبيعي أن الإنسان يسقط. الصعب أنك تأخذ المسألة عكس الاتجاه. صيد الخاطر بن الجوزي يقول جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة، ثم هي من داخل، صح؟ وجواذب النفس إلى الآخرة قليلة، ثم هي غيب، مش شايفه. بعدين يشبه يقول كالماء الجاري يطلب الهبوط، وإنما رفعه يحتاج إلى تكلف. غريزة. البعض سيقول الحمد لله إذا كل البلاوي تبعتي أنا ما عندي مشكلة فيها. لا طبعا، نحن نتكلم إلى الآن عن الإحساس فقط. إذا أنت راضي أنك تكون هنا وانك يعني ما شاء الله عليك وعليك، يعني اوضاعكم، لا انتم كالانعام بينهم اضلوا سبيلا. اذا نحن نتكلم عن طريق كيف يتطور الانسان من ان يكون بشر فقط الى انسان عاقل مؤمن. هل حيحكي لي انت تؤمن بنظريه داروين بالتطور؟ تجاوز، مش قصدي اني تجاوز، يعني بلاش الالعاب هذه. هذا هو الاحساس. الآن بعد فترة للأسف من الزمن يصل المستودع إلى واصل معي لهون. لماذا؟
تدخل المدخلات تدخل المدخلات تدخل المدخلات تدخل المدخلات تدخل المدخلات وانا لا اتوقف لا اتوقف لا اتوقف. ليش؟ مشغول بالاولاد، مشغول بالزوجه، مشغول بالدراسه، مشغول بكذا، الناس كذا، التلفزيون، المسلسلات، الايفون، الفيسبوك، تويتر، ولا وقت لدي حتى اتوقف قليلا مع نفسي. فيصل الامر الى ان يتحول المستودع الى هذا الازدحام، مع انه انا بالكاد عندي 1 على 10,000 مستخدم. كيف اشبه الموضوع؟ انا عندكم غرفة بالبيت واسعة فيها 5 كرتونات، بس الخمس كرتونات مخليتكم بمجرد أن تفتحوا الباب أعوذ بالله تسكر من المنظر. ليش؟ مكركبة، مزدحمة. ليش؟ ما عندي وقت أني أرتب الكرتونات، وممكن لما أرتبتهم بطريقة جيدة راح يأخذوا زاوية فقط والمساحة واسعة حتى أتعامل معها. هذا الشكل اللي أمامي إلى الآن، لاحظوا نحن إلى الآن في الإحساس، هذا الشكل اللي أمامي، ما هي المشكلات النفسية اللي ممكن تظهر من هذا الشكل؟ بس انظروا إلى الشكل وطلب إيش؟ توتر. بعد اضطراب، يعني سامي اضطراب توتر الاكتئاب آخره، لكن خلينا قبلها اضطراب توتر. إيش يعني تعامل مع الناس؟ هذا يؤدي إلى التعامل مع الناس بطريقة جيدة؟ عدم طبعاً. وصلي معي لهون. أنا بالكاد، ولذلك أنا أقول دائماً، وهذا دائماً أجيب مثال للمدرسين وللآباء والأمهات، مدرسين ومدرسات والآباء والأمهات، ليس ذنب الطفل والطفلة الطالب والطالبة إنه مستودعك أو مستودعك غير مرتب، وبالتالي تصب جام غضبكم عليهم. يعود أحدهم إلى البيت، تأتي بنته حبيبته، بابا حبيبي ليش؟ مش فاضيلك، اسمعي يا فلاني خذيهم، مش لأني أنا مزدحم قبل أن أدخل أصلاً، داخل من 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 الشارع، من الزوجة، من البيت، من كذا، على غرفة التدريس، تلقائياً الأولاد راح يلعبوا، راح يشاغبوا. ليس ذنب الطالب إنك بس التربية العقاب، لا لا لحظة شوي، عندما تربي بالعقاب غير لما تنتقم بالعقاب، غير لما تفرغ في مشكلتك بالعقاب. ازيح ايش؟ عشان المعلم ازيح شوي بيك. ازيح شوي؟ كنت تحكي عني حاسس. اوكي. فكان في شيء. بس هو تشويش كله. طبعا اضطراب، توتر، عدم التمكن من التعامل مع الناس، ما في لهم مكان. يعني دائما اقول هذه الفتاة اللي جاءت لتلاعب ابوها او اباها، وين مكانها؟ ما لها مكان، ما لها مكان. في حين لو الاخ مرتب الاشياء في مكانها ووضعها في الزاوية كما سيحصل بعد قليل في التفكير والعقل، ستجد لها مساحة كبيرة تلعب فيها وتاخذ حقها وما يعرف بالكواليتي تايم وكواليتي تايم في التربية والى اخره، فقط إذا استطعنا أن نرتب مستودعاتنا. بعد إيش كمان من المشاكل اللي هنا؟ التردد. التردد ليش؟ قبلها في أشياء. الإحساس بالتيه والضياع وعدم القدرة على التركيز. الطلاب في المدارس بيفكر بأصحابه، وابن عمه شو حيحكي عنه لو جاب علامة أقل منه، وأبوه مستني منه مش عارف كذا، يجي ليلة الامتحان ما بيعرف يركز، لأنه كل هذا موجود. وبالتالي عدم التذكر، النسيان، التشوه. يا دكتور يا عم بنسى، قديش فيك يا عمر حضرتك؟ عفوا، يعني 25 سنة. ما شاء الله صرت تنسي. اوكي. لذلك الان البشريه عم بتعاني مما يسمى المبكر، الالزهايمر المبكر، الخرف المبكر. شباب في الثلاثينيات، في اواخر الثلاثينيات والاربعينات، قاعدين عم بينسوا. ليش؟ كميه مشتتات غير عاديه حولهم. ولذلك ما هو الحل الأول لمثل هذا؟ على قولة واحد صاحبي، طفي الكهرباء. بس طفي الكهرباء، خلي الكمبيوتر يخرب، والفيسبوك ما يكون له شغل، والتليفون ما يشتغل عندك. ساعتها غصب عنك راح ترجع لمستودع نفسك وتحاول ترتبه. لكن طالما احنا هربانين من هذا المستودع، راح يظل الناس عم بيفوتوا عم بيفوتوا عم بيفوتوا عم بيملوا عم بيملوا عم بيملوا عم بيملوا، وانا قاعد ما عم بسوي شيء، والمستودع عندي مكركب. كما اقول دائما، كشخص اجاني شادي على البيت، يا دكتور بدي بالله تشارجر تبع مثلا ايفون ولا تبع، اقول له اروح اشوف، اعوذ بالله مستودع، ولا بقدر اطلع عليه طبعا. اسمع، هاي فلوس، روح اشتري لك الشارجر اللي بدك اياه، الشاحن اللي بدك اياه.
في حين لو المستودع مرتب بإمكاني بدون حتى ما أقوم من مكاني أقول له شادي فتح المستودع، ثاني رفع على اليمين في صندوق اسحبوا في 5 شواحن في منهم شاحنين لآيفون، خذ منهم 1 توك أوت. واو يا أخي ما شاء الله دكتور عبد الرحمن عبقري، كيف يذكر الأشياء هاي كلها؟ لا عبقري ولا إشي، بل بالعكس لأني مو عبقري دائما الأمور أضعها في مكانها أول بأول لأني مو عبقري، لأني ما حنسى. لكنه عملية الترتيب كما أقول دائما لما أتي إلى أي مكان في دورة تدريبية في لقاء في محاضرة في أي مكان، أول شيء أطلب من الناس ما حد يشغلني، فأجي أضع كل أغراضي في مكان، كل حقائبي في مكان معين، حتى لما بعدين أنتهي وفلان إجا وسلم وفلان بده رقم تليفون فلان كذا بإمكاني بكل سهولة أنسى. لكن لما يكون كل شيء في مكان واحد هي عملية ترتيب لأني مو عبقري، مو لأني عبقري، إلا إذا اعتبرت الترتيب عبقرية، نعم الترتيب ممكن يسموه عبقرية، لكنه أنا مو عبقري، لذلك أنا أحتاج إني أعمل شيء عبقري خوفاً من عدم عبقريتي. من عدم التركيز من التشويش يأتي التردد لا أعرف من أين يأتي، عدم الاستطاعة أو عدم استطاعة الإجابة بإجابة معينة، كما أقول دائماً بعض من الشباب الملتزمين تلاقي مثلاً إجته شبهة أمامه، إيش هاي مين حكاها، مين دكتور نابلسي، لا عمر خالد، لا مش عمر، لا طارق سود، لا. وبالأخير طبعاً تبقى علامة استفهام مش عارف يجاوبها، ليش؟ مع أنه المعلومة موجودة في المستودع لكنه ما بيعرف وين، لأنه ما تعب في يوم من الأيام أن يقف ليرتب المعلومة ويضعها في ملف اسمه ملف الشبهات، ملف تحرير المرأة، ملف الإلحاد، ملف العدل الإلهي، ملف مشكلة الشر، ملف كذا ملف كذا إلى آخره، ما فكر، ملف الوطنية، ملف هجرة العقول، ملف الخيانة إلى آخره. في حين شخص آخر يمكن ما عنده كثير معلومات لكنه مرتب، بمجرد أنه تحكم معاه يطور المعلومة. ترتيب هي كل قضية ترتيب، وهذا الترتيب اللي حنتكلم عنه هو اللي حنفصل فيه كثير في العقل. طبعا ردة الفعل الأولى ما سمعت، ردة الفعل الأولى تكون دائما سيئة وقت ما يكون مستودع طبعا المشكلة. هذا من مشكلات هذا الشكل طبعا نتيجة للتوتر والاضطراب والضغط النفسي وهو يكون هذا اللي حنتكلم عليه بعد شوي. ما هو ناتج الإحساس؟ الانفعال، الانفعال وليس التفاعل بحكمة، لا الانفعال واصل معي لهم. ولذلك بدكم بس تشوفوا المنظر هذا، زحمة المرور تزدحم السيارات في أي مكان، شوفوا ردود الأفعال للأسف من أسوأ ما يكون، سب وشتم وحركات وما إذا. ليش؟ لأنه الكل واصل معهم. طب مرات لما يكون سايق السيارة واحد وراي تيت تيت، طبعا لا بيزمر على بعد أمتار الإشارة حمراء، يعني انت بعد شوي حتتجاوزني لكن راح يكون في اشاره حمراء، فانا هذول عاده شو بسوي؟ مرات بجاكرهم ما بزيح لهم وبنبسط. مره واحد تيت تيت وصار طبعا مبين عليه من الاماره رايح عم بيسب ويشتم كذا، فطلعت له ايدي من قبل كم يوم، قبل 4 ايام طلعت له صرت اسوي له هيك. طبعا البعض حيقول لي دكتور هذا اي تربيه اللي عم بتسوي هاي جكا، مرات بسوي هيك ومرات لا بزيح، يعني بس بحب اولا بمارسها زي دراسه لاني، ثانيا تعليم للناس. وفعلا بعض الناس لما اعمل له هيك وبعدين ازيح له ما يتحرك، لانه العجل اللي كان فيها راحت. الغريب طبعا بعضهم، او مش الغريب المعتاد للاسف، بتلاقي زمر زمر فانت زحت له اجى عند الاشاره، طبعا الاشاره حمراء يعني ما في، فشو بيسوي؟ يمسك التليفون يصيح التليفون. لازم يكون في دوشه، لازم يكون في شغل، لأنه مجرد أني أهدأ ستترتب هذه الصناديق وستخرج النفس من داخلها وتحكي لي أنت وين؟ ليش مش قاعد معي؟ ليش مشغول بكل هدول؟ بس. وطبعا حدث، ولذلك مثلا أول مبارح المباراة واحدة من تعليقاتي عليها كانت أنه الناس أصلا مدهوشين، فاللي يجي يحكي والله هي محاولة من الحكومة حتى تلهي الناس، بقول أنت عم تضحك على مين؟ الناس مشغولين أصلا، ناس ملهيين أصلا، ما هي إلا قطرة من ماء بحر معكر بس، لكن الناس أصلا مدوشين. المباراة هي فقط شيء آخر عم بدوشهم مع أرب آيدل وسوبر ستار وإكس فاكتور ودوينر ومش عارف مين، هو بس شيء إضافي من الدوشة، فقط تنويع في الدوشة مش أكثر من ذلك. الحكومة أصلا مش فاضية بالدوشة. مين؟ جزء الحكومة كمان مدوشة بحالها مش فاضية بالدوشة. دكتور
ايوه بس عرفت اذا هذه مكانها ولا لا. بس قبل ما كان في الغرائز راحت، هذه محصوره ولا مش يعني بالصوره اللي قبل لما كانت مستحيل؟ لا موجوده بس صارت مع الدوشه، لكن صارت مع الدوشه. هو ما اخفيك وفي رسمه ثانيه فيها الاحمرار مبين اكثر. كويس انك نبهتني، لكنه بصراحه يعني ما جبتها، لكنه هي في رسمه بتكون مدوشه واللي مسيطر هو الاحمرار الغرائز. طيب الان بعد الاحساس ما الذي يحصل؟ اذا احنا وصلنا الى الان انه فقط عم تدخل هذه الصور، شو عم بيصير فيها؟ عم بيصير فيها عندي تحريك للمشاعر الغريزيه فقط، بناء عليه شو عم بيكون الانفعال. طيب ما هو الحل؟ ما الذي سيحصل الان؟ المفروض اني انتقل من الاحساس الى شيء اخر اسمه التفكير، الى شيء اخر اسمه التفكير، حيث الانسان يبدا بالاجابه عن ايش؟ عن علامات الاستفهام. كم ساعة؟ 15. ممتاز، لأنه في مثال عادة أعطيه يعني بيعتمد على الوقت، لكنه حاعطيكم إياه بسرعة حتى بس ما نترك الإحساس إلا وأنتم عارفين بالضبط عن إيش عم بتكلم. في مثال عملناه في دراسة في دبي، عملناها بدأت في دبي، عملناها في أكثر من بلد، لكن عملناها في دبي أولا، وهو أنه تلقينا مجموعة شباب وبنات من 14 سنة فما فوق وهم طالعين من السينما، وسألناهم ثلاث أسئلة فقط. السؤال الأول، أنت من وين طالع؟ سهل صعب؟ من السينما صح؟ سهل. السؤال الثاني، شو اسم الفيلم اللي كنت عم تحضره؟ سهل ولا صعب؟ سهل. السؤال الثالث، شو الفوائد اللي طلعت فيها من الفيلم؟ صعب. طيب مفاجأة. السؤال الأول طبعا بالمناسبة، بس حتى يعني وضحنا لهم مين احنا وايش الدراسه وعلى ماذا تقوم الدراسه، انا يعني زميلين الله يبارك فيهم كان، وانه احنا الاسئله بديهيه جدا ولا تفكر فيها كثير ولا تفكرها سخيفه، بس انت جاوب. طيب اول سؤال، اكثر من 73 بالمناسبه جلسنا من 3 عصر ل 11 بالليل، من اسوء الايام في حياتي. طيب وانت عم بتشوف الجيل الضائع بهاي الطريقه. طيب 73% من العينة احتاجوا أكثر من 30 ثانية علشان يجاوبوا السؤال الأول. أنت من وين طالع؟ ليش؟ طبعاً أول إشي ما كنا حاطين حسابنا إنه نقيس، كانت القضية فقط إيش الإجابات وبس. طيب؟ وكانت القضية في دراسة لغة يعني لغة الجسم، كيف يجيب كيف كذا. بدنا نتوقف عشان التسجيل. طيب نتوقف. طيب. اللي كان يحصل كالتالي، احنا في البدايه ما كان حاطين في بالنا ان نحسب الوقت، لكن لما صارت مره مرتين ثلاثه اربعه قلنا لا نحسب الوقت. الذي كان يحصل كالتالي، تسال الشخص بعد السلام عليكم انا فلان، نعرفه انت من وين طالع؟ فيبدا هيك، طبعا هو ظهره للسينما. طالع من السينما. هذه كانت صورة معظمهم شباب بنات مشوه، او مثلا طبعا البنات اكثر شيء، او انت من وين طالعه؟ يعني تعالوا، لا مش عارف حقيقي يعني من اكثر من 30 ثانيه، اكثر من 73% من العينه. السؤال الثاني قبل ما احكي لكم ايش صار فيه، احكي لكم ايش كان ردود فعلي قبل ما اسال السؤال. كنت اتحدى الشباب اللي معي، اقول لهم هذه المجموعه مثلا مجموعه الشباب لن يجيبوا السؤال الثاني. ليش؟ اللي يحصل كان كالتالي، واحنا عم نراقب المجموعات بيكون بالضبط اللي حاصل. كان في اشياء يعني تضحكني الى درجه احيانا ما اتمالك نفسي بسقط على الارض. بيكونوا ماشيين مجموعه شباب في هذا المجمع التجاري اللي كنا فيه، ماشيين طبعا كالعاده كما اقول لغه الجسم اللي بتدلك على ضياع الشخص. شو يا شباب شو بدنا نسوي؟ طبعا طالعين صار لهم ثلاث اربع ساعات مو عارفين ايش بدهم يسوي. طيب لا هدف ولا ايش يسوي؟ فيقرروا لحظيا ناكل ولا نتفرج على موفي. طبعا مثقفين بيحكوا موفي. طيب فبيقرروا لحظيا انهم بدهم يتفرجوا على موفي. ممتاز. فايش بيسووا؟ بيروحوا على الموقع اللي موجود عليه اعلانات الافلام، وإعلانات الأفلام بتكون موضوعة بترقيمها بالقاعات 1 2 3 4 5 6 مثلاً، أو حسب كم عدد القاعات. فبيجي هناك كان في 8 قاعات، 1 2 3 فبيجي مثلاً
وبيجي عند تبع التذاكر فبيقول له بليز او حسب لو سمحت بدي رقم 2 تلقائيا انا بعرف انه هذول ما حيجاوب السؤال الثاني اللي هو ايش اسم الفيلم لانه هو اختاره بناء على ايش البوستر والبوستر ايش كان يعطيه صوره البطل اللي هو بيحبه او البطله او اكشن سيارات او مثلا لكنه الاسم بحد ذاته مش كثير واضح عنده او سلسله افلام مثلا يعني كان في بعضهم فيلم صادر منه مثلا 6-7 اجزاء فبيقول لك هذا الفيلم طب ايش اسمه هذا الجزء تبعه ما بعرف اللي كان بيضحكني ويخليني اسقط من الضحك ايش هو بيجي عند تبع التذاكر يقول له رقم 2 فيقول له طيب كم تذكره فبيلتفت حتى يعد كم واحد هم صار لهم 4 ساعات مع بعض والاخ مش عارف هم كم واحد مروا على بعض بالسياره وطلعوا مع بعض بسياره ولفوا مع بعض ويمكن راحوا اكلوا لهم سندويشات والى الان مش عارف بالضبط فمحتاج يتاكد طبعا بعض الشباب اللي يضحكوا والبنات بتصير معانا بعد طيب طبيعي هذا طبيعي لانه ما اعتدنا ان نفكر فيما نفعل مسائل هيك كم نسبه اللي جاوبوا ايش اسم الفيلم 18% والبقيه جاوبوا اكشن هورر رعب بطل فلاني الجزء الخامس تبع كذا الجزء الجديد تبع كذا الى اخره لكنه اسم الفيلم طيب. الطامه طبعا السؤال الثالث كنت واصل لمرحله من التنازل مش تنازل من الياس اني حكيت لهم اي اجابه تعطوني اياها كفائده من الفيلم بعتبرها اجابه وبسجلها تصوروا الى اي درجه وكنت في بالي انه لو حكوا داخل انبسط اعتبرها اجابه لانه اللي داخل ينبسط هذا عنده هدف داخل اضحك داخل اروح عن نفسي داخل بل لدرجه اني يعني حطيتها في بالي بعد فتره من الياس طبعا حكيت لزملائي لو حد حكى لكم داخل اضيع وقت اعتبروها اجابه تصوروا لاي درجه بعد كل هذا ممكن يكون في أسوأ طبعا 3% فقط اللي اعطونا اجابات 97% كانت الاجابات ما بعرف ضروري هيك ما بعرف ضروري هيك اكثر اجابه كانت او ضروري او ما بعرف يعني ضروري لازم يكون في فائده طبعا لما يحكي ضروري خلص بعتبره اجابه وما باخذ وقتي معك كمان خلص هذا اللي على راس المستودع عنده لكم ان تتخيلوا هذا الجيل كيف عم بيروح على المدرسه كيف عم بيتلقى العلم ما يسمى كيف عم بيكون في يوم من الايام موظف كيف حيختار شريك حياه او شريكه حياه كيف 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 وهو فقط كالانعام بل هم اضل سبيلا في الدور الاول لسه طيب ما هو طيب وبعدين ما الاصل انه الانسان يتوقف مع هاي المدخلات اللي بعدين حتتحول الى علامات استفهام ليش رايح على السينما ليش بدي هذا ليش بدي اشتري قميص ليش بدي اقبل هاي الهديه ليش بدي احضر هاي المحاضره ليش هذه ليش لذلك انا اقول للامهات والاباء والمدرسين والمدرسات اغزوا الاجيال بكلمه ليش اغزوهم في عقر دارهم روحوا لهم بكميه اسئله ليش لحد ما يملوا منكم لانه لما ما تعملوها انتم يا اما هم حيبلشوا فيها وما عندكم اجابات يا اما حيروح يدوروا عليها في مكان اخر يا اما يسقطوها من حسابهم ولا يسالوها الا بالاشياء التافهه كيف ارسل SMS للبرنامج الفلاني كيف اتابع الفلان الفلاني كيف اركب ساتلايت كيف اعمل توجيه للقمر الفلاني بتصفي هاي جل اهتماماتهم تناقل كليب معين كيف ادخل الفيديو كليب هذا عن طريق التليفون حتى ارسله لصاحبي بتصفي هاي اهتمامات فقط اللي بيخلي الناس ما بدهم يجوا على التفكير هو هذا الشكل ايش صار في الدوائر لا ما ترتبت كبرت زادت يعني بيقوس فرخت طيب هذا اللي بيخلي الناس يحملوا شعار طنش تعش تنتعش ما تفكر اصلا التفكير بيصدع الراس ليش هي كنا هناك طبعا كيف صرنا هنا وكيف ما هو الرد على هذا اولا هل التفكير هيك بيعمل نعم التفكير هيك بيعمل ومن هنا تاتي جماليه اللغه ايش يعني كلمه تفكير
ايش يعني كلمه تفكير اللي حاضرين سابقا؟ ايش يعني كلمه تفكير؟ فك الشيء الى اجزاء. التفكير هو فك الكل الى اجزاء، هو فك الكل. عشان هيك بحكي بدكم تختصروا كلمه تفكير ايش يعني، شيلوا الراء وحطوا كاف. التفكيك، الراء الاصفهاني في المفردات بيحكيها بطريقه رائعه، بيقول الفكر مقلوب عن الفرك، فالفرك للماده والفكر للمعنى. مش انت لما تعطيك حدا واحد شغله بصير تفركها صح عشان تفتتها لتعرف ايش هي، او يعني تحللها بين قوسين. فالفرق للمادة والفكر للمعنى، من هنا جاي التفكير. طبعا ايش مدارس التفكير؟ والتفكير الناقد والتفكير التحليلي والتفكير الابداعي، كله تفكير في الاخير، كله عبارة عن تحليل شيء، تفكيكه، كسره، breaking down زي ما يسموه. اذا طبيعي ان التفكير هياخذ كل مدخل من هالمدخلات، شو يسوي فيه؟ بيفككه ويطلع منه اشياء كثيرة. من هنا تأتي يعني بيقول لك يا أخي المفكر الفلاني هذا والله هلكنا، جايبينه قال بده يحكي عن العلمانية، ساعتين صار له عم بيحكي عن يا زلمة العلمانية هي كلها كلمة. أنت بالنسبة لك كلمة لأنك لساتك في الدور الأول، بالنسبة له عم بيفكك الكلمة. من أين أتت؟ من أين نشأت؟ شو تطبيقاتها؟ شو علاقتها؟ هل مشكلتها بس مع الكنيسة ولا كان مشكلتها مع أشياء ثانية؟ هل لها تطبيقات في عالمنا العربي؟ من العلمانيين العرب؟ إيش علاقتهم؟ شو علاقتهم بالثورات الجديدة؟ واو، هاي الساعتين يدوب بكفوا، هاي بدها قصص. هذا مفكر، مفكر فكك. إذن هل التفكير بيعمل هاي الدوشة؟ نعم بيعمل هاي الدوشة، ولازم يعمل هاي الدوشة، لازم يعمل هاي الدوشة. كثير من حنحكيها يمكن في العقل أكثر، كثير من شبابنا للأسف بينط من الدور الأول على الدور على على, على آخر دور. تيجي بتلاقيها ما شاء الله عليها حجاب شرعي وكلية شريعة ومش عارف إيش وكذا، تيجي قدامها واحدة، أعتذر عن العبارة بس يعني واحدة تافهة ضايعة سخيفة ما لها علاقة بالدين، ترمي لها شبهة بتزهى. طبعاً هي قدامها لا أنت ما بتعرفي الإسلام هو الحل، أنت ضايعة، أنت كذا الإسلام. طب ترجع البيت طبعاً مليئة بالشبهات. ليش؟ لما أجت لها علامات الاستفهام طنشت، فأجت هذيك اغتنمت علامة الاستفهام ورمت لها إياها قدامها، يلا ورجيني شطارتك، مش أنت متدينة؟ جاوبي. وإذا الأخت مليئة بالشبهات من برا حجاب والتزام مش عارف إيه، لكنه من جوا كآبة ونكد وضيق وكره للمساجد والمجمعات الإسلامية والتحفيظ والمش عارف إيش، لكنه مضطر. وكذلك طبعا الشباب إلا من رحم الله. عشان هيك دائما بحكي التطنيش يقود إلى وين؟ إلى العيادات النفسية. أكثر الناس تطنيشاً هم أكثر الناس طرقاً على أبواب العيادات النفسية، إلا بشرط بسميه تطنيش بلس زي جوجل بلس. طيب إيش هو تطنيش بلس؟ أنا عم بتجاوز لكن بعلم، أنا متجاوز لكني مرتقي بتجاوزي، متعالب، مش أنا مش قادر فتجاوزت، لا أنا قادر فتجاوزت. هذا بدي إياه، هذا يا ريت نصل إلى هاي المرحلة، ما ندخل بمشاكل مع العالم ومتوافه من هون وهون مشتتات يمين وشمال وهدفي مش عارف اوصل له. لكنه اني اطنش وانا لا اعلم، حنشوف بعد شوي ايش بيسوي هذا الكلام. طيب اذا التفكير بيعمل هيك بيعمل هيك، بيعمل دوشه بيعمل دوشه، ضروري لازم ما دام صار في علامه استفهام لازم تجاوب. تعالوا نشوف ما الفرق بين الاثنين. البعض حيقول يا دكتور انت قبل شوي ورجيتنا مستودع بيعمل مشاكل، وهسه قاعد بتقول انه التفكير كمان دوشه. شو الفرق بين كركبة الاحساس واضطرابه وبين فوضى الافكار؟ شو الفرق؟ في شيء عم تجاوبيني؟ لا لا، في اسئله؟ لا لا ما عم بسال حتى اجاوب بس هيك. الفرق يا جماعة إنه هذا حصل رغما عني، بمعنى إيش قصدي رغما عني؟ بدون إدراك مني، بجهل، بتكاسل. أما هذا حصل بإرادتي. ليش أنا بسميها فوضى الأفكار؟ عارفين لما واحد بده يسافر إيش بيسوي أول إشي؟ لما بده يرتب شنطته إيش بيسوي؟ بينثرها صح؟
بينثرها كلها، بيحط كل الأغراض إما على السرير أو على الأرض، وبعدين ببلش يحط الأغراض حسب حاجته بالشنطة. الإحساس هو إيش؟ وضع الأغراض، الكركبة هي على اليمين، هي وضع الأغراض في الحقيبة قبل الفتح. الأغراض في الحقيبة قبل الفتح. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة؟ النايمين يصحوا، واضحة؟ طيب أوكي. مجرد أني فتحت الحقيبة وبلشت أنثر الأفكار، لا شفت حق الأفكار، الملابس وأحطها على الأرض، هاي إيش اسمها؟ تفكير. بعدين حتقودني إلى أني أرجع الأشياء اللي بدي إياها بترتيب في الحقيبة، اللي مرحلة إيش حتيجي بعدين؟ مرحلة العقل. لا حنجيها بعدين. السؤال هو إذا واضح شو الفرق؟ هيك عموما حنفصل شوي بالفرق الآن. إيش المشكلة لو ضليت هون وما رحت هون؟ إيش المشكلة لو ما استوقفت عند علامات الاستفهام وضليتني بالإحساس؟ إيه؟ بضل واصل معي لهون. طبعا هي واحدة منهم، بضل واصل معي لهون. هون حنبلش نحكي على الفرق بين مفهومين. الصورة مش واضحة كثير، يعني بالنسبة يمكن اللي ورا والمهم هي ثلاث تروس، الترس الأول المجهول، الترس الثاني الخوف، الترس الثالث الفضول. أنا تلقائيا لما دخلت علي أشياء فيها علامات استفهام، هذا إيش اسمه علامة الاستفهام؟ إيش بنسميها إحنا؟ المجهول. المجهول تلقائيا إيش بيسوي عند الإنسان؟ خوف. تلقائيا، تلقائيا ما حد يحكي لي لا ما في مجهول إلا ويؤدي عند الإنسان لخوف. ما في، هاي غريزة، هذا طبع إنساني بشري، أنني بمجرد أن لا أعلم أخاف. ولذلك زي ما نحكي دائما، يمكن هاي الصورة اللي جاية هاي حنرجعها طبعا بعدين على قضية الفضول، هاي الصورة يمكن تختصر أشياء كثيرة. هذا الأخ اللي خايف ومغطي حاله في الركن، حالته الآن حالة إيش؟ حالة خوف. من أين مما يخاف؟ مجهول. من ال؟ مجهول. لا من الظل. هو خايف من الظل. هل بإمكانه هذا الخوف أن يعالج؟ إذا اطلع على مصدر، إذا عرف مصدر الظل وتحول خوفه اللي مبني على مجهول إلى نوع من الاطمئنان لما يعرف أن الظل أصله لعبة. وكم في حياتنا وكم في حياتي أنا داخل العيادة النفسية أو خارجها من حالات معظم مخاوفهم من أوهام، معظم مخاوفهم من أوهام. الخوف إيش مشكلته؟ الخوف مشكلته أنه ما بيقف هون، الخوف يقود إلى دائرة كاملة من الأمراض. أنا بالمناسبة لسه الجهل ما خلص منه المجهول، بس بدي أخلص الدائرة كلها وبعدين أفصل شوي في المجهول. هذا الجهل بيؤدي لخوف، الخوف وين مشكلته؟ ما بيضل، إذا يعني ما بيروح، ما بيغيب، ما بيتبخر، ما بيختفي، يتحول إذا تراكم الخوف يتحول إلى وسواس. يظل الخوف يزورني، الله ما راح يقبل صلاتي، الله ما راح يقبل صلاتي، الله ما راح يقبل صلاتي، الله ما... انا راح مش عارف، الله راح يعذبني بنار جهنم، الله راح يعذبني، انا الله ما يقبل مش عارف فلان ما بيحبني، فلان ما بيحبني، فلان ما بيحبني، فلان ما بيحبني، الجماعه هذول اكيد كارهيني، اكيد كارهيني، اكيد تبقى هذه بين قوسين المخاوف تتكرر الى ان تتحول الى وسواس. هذا الوسواس قد يتكرر الى ان يتحول الى قلق. هذا القلق الإنسان حتى يتعامل معه عنده حل من اثنين، يا إما أن يعتزل كل شيء مسبب له قلق وخوف وكذا فيكتئب، يعتزل الناس، يعتزل الحياة، ما بده لا يأكل لا يشرب لا يلبس كويسة، أو يواجه، أو لا أنا عم بحكي على الأشياء السلبية، كل هذول إيجابي اللي يواجههم. ممكن ما يعتزل لكن يبدأ يخوض في المسائل هذه القلقة إلى أن يتحول إلى إنسان ما عنده أي إجابة لأي شيء، لأنه كل الأشياء بس بساوس ما عنده إجابة، فبتصفي قاعد مع بني آدم من أول جلسة لآخرها كل أسئلته، في الله ولا ما في الله، يا ترى ليش خلقنا، طب شو كان بده فينا، طب يعني هو محتاج أنه حد يعبده، طب
كلها علامات استفهام علامات استفهام وعايش حياته وبيروح وبيقعد بستاربكس وبيشرب مثلا هوت شوكليت ولا مش عارف ايش وبيطلع على الجامعه ولابس يعني وهاي وشعره سبايكي والى اخره. طيب هيو بين قوسين عايش كول لكنه مليء بالقلق. هو بين قوسين ميت ماشي على الارض. وساعتها لو صح له اي لحظه بدون ما الناس يشوفوه او كذا ممكن يسافر بيوم من الايام ويرفع السماعه على اهله تعالوا خذوا جثه ابنكم مات منتحر. بس ما سواها في البلد سواها بمكان ثاني. ما هو الحل لكل هذه الدائره؟ القضاء على ايش؟ على الجهل. وهنا تاتي اهميه الشيء الثاني المتعلق بالمجهول اللي هو أدرك الفضول. نرجع مره ثانيه بدي اجاوب على مساله اولى بعدين يجي الفضول. المجهول لماذا يقود الانسان الى الخوف؟ الانسان من غريزته ان الاستقرار عنده مربوط بما يعلم. هذه غريزه. الاستقرار عندي انا كانسان مربوط بما اعلم. انا جاي على القاعه هلا اليوم جيت على القاعه طبعا ما بعرف انه هون اجهل انا ما اعرف انه هذا هو المدخل. صفيت فوق ناحيه المديريه ودخلت مباشره على على المبنى البلديه. ما في حد ما في الا شخص واحد عم بيدخن بمكتبه. طيب السلام عليكم فعذرا في محاضره اليوم هون في عندكم في القاعه الهاشميه. قال لي لا ما في. شو صار في انا الان؟ طبعا عملوا الفيلم طبعا خوف. وإذا الشاب ما بيعرف وإذا أنا أصلا داخل على مكان غلط وإذا القاعة الهاشمية مدخلها من هون. لما اتصلت مرة أخرى قالوا لي لا في شخص آخر. رحت على الشخص الآخر اللي كان عنده نوعا ما نص خبر إنه في شيء في القاعة هون. التفت شفت المكان اطمأننت. ما هذا ما أعلم. طيب لما كنت أجهل قبل شوي كنت خايف. لن تجدوا شيء في حياتكم يدعو إلى الخوف إلا وهو مربوط بالمجهول. راح أجيب الأمثلة السريعة كالعادة دائما نحكي. ليش الواحد بيخاف من الموت؟ إيش اللي مجهول فيه؟ هاي كله الموت حق. وقت الموت وقت الموت مجهول. اللي بعد الموت مجهول. هتقول لي كيف مجهول؟ لا أنا بعرف بالضبط. أنت بتعرف الفكرة العامة لكن ما بتعرف أنت. ومع ذلك لو واحد إجا قال لك لو رأيت رؤية صالحة إنه متت وانك مش عارف ايش وانه الملكين نزلوا وانه الاسئله كذا يبقى الانسان لا يعلم الا ان يكشف عنه الامر يقينا واقعا. زي ما بحكي دائما للناس لو انت ماشي بالشارع وفجاه سمعت صوت ايش هيك عم بيوقع طلعت ولا مثلا كرتوني ولا مش عارف ايه فانت طبعا يعني انك يعني مسيطر ما بعرف ايش يعني حتخبط براسي ما انا معروف ايش المشكله. مهما كان علمك لحظة ارتطام الجسم هذا برأسك مختلف مهما كان. ولذلك أنت مهما كان عندك مما تظن أنه علم لن يتحول إلى يقين إلا عند اليقين الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت مش اليقين الفصول. كان عندي شاب بزمن من زمناته هيك راح مع بعض المشايخ المتصوفين فكان من الأشياء اللي خلته يترك أنه كان الشيخ تبعهم هذا ما بيصلي. ليش؟ واعبد ربك حتى يأتيك أتاه اليقين. فهو تفسيرهم أنه اليقين العلم بالله كأنه يراه. طيب وهذا الأخ حصل على هاي فبطل واعبد ربك خلاص ما فيش عبادة. طيب ما عم بمزح هذا عن جد موجود. طبعا هاي يعني في مبالغة ومغالات وكذا مش كل واحد مسمي حاله متصوف إذن هو نفس الشيء حتى لا نظلم التسمية. هذا إذا نخاف من الموت لأنه محاط بالمجهول. نخاف من الامتحان ليش؟ ما نعرف الأسئلة. لو حدا سرب لك الأسئلة بتخاف ولا ما بتخاف؟ بتخاف. ليش؟ يمكن تطلع غلط يمكن سرب لك إياها وهو نفسه مش عارف إنه واحد غاشه. طيب مكتبة مش عارف ايش اللي مصوريتها من قبل 5 سنين عم بتسربها للطلاب لحد ما تأتي امامك ساعتها وتطمئن.
بل بالمناسبة ما تطمئن حتى وانت غاشش والأسئلة قدامك وانت خابزها وعاجنها لحد ما تسلم الأوراق وتطلع النتيجة وتضمن انه ما حقق في المسألة لانه صار في تسريب وبالتالي ألغوا نتيجة الامتحان. صور لأي درجة؟ مجهول. ليش بخاف الإنسان من السقوط من الأماكن العالية؟ حد يقول لي هاي ما فيها مجهول، هاي معلوم، وقع بده يموت صح؟ لا، لو الإنسان يعلم يقينا ما سيحصل بتلاقيه بالعكس، يا إما يحيط نفسه دائما بعدم الوجود في مكان عالي زي ما الناس اللي عندهم فوبيا، أو بيروح يرمي حاله ما عنده مشكلة. المثال التقليدي اللي بقوله، الطفل الصغير لما تحطوه على طاولة ويخاف لحد ما يوقع، أول ما يوقع ما صار إشي، إيه؟ بيقوم مرة ثانية بيطلع على الطاولة وينزل، صح ولا لا؟ ليش؟ ليش؟ لأنه السقطة أصبحت إيش؟ معلومة، وصار يتفنن فيها كم؟ أصبحت إيش؟ معلومة، وصار يتفنن فيها كمان، معلومة صارت. الشيء اللي له علاقة بهذا المثال، مسألة حصلت والدي بيحكي لي عنها في الموصل في العراق. كان في مقهى يسموه شيخانة بالعراق، طيب شاي خانة يعني، طيب، وجنب المقهى هذا مسجد. يقول كان بعض الأولاد أحيانا بيزاووا هيك يعني بيحتالوا على الحارس المسجد أو يعني آذن المسجد وبيطلعوا على بيلعبوا بيطلعوا على المئذنة تبعت المسجد. بيقول مرة كنا قاعدين وفي هاي الكراسي الخشب اللي في المقاهي اللي بيقعدوا في ثلاثة أربعة جنب بعض فيهم، يقول وسمعنا صوت بوف، وإذا طفل من هذول الأطفال واقع من المئذنة على واحد من الكراسي. يقول فهرع الجميع مباشرة بدهم يشوفوا هذا الولد اللي واقع. الولد واقع طبعا وحالته حالة، إيش أول بشاف الناس جايين عليه، وطبعا من ضمن الناس مين؟ صاحب المقهى. قال له عمو أنا آسف وهرب. لاحظوا أنتوا في الموقف، الطفل بالنسبة له السقطة أصبحت معلومة، يعني بين قوسين زي ما بيقول دائما وجع الركبة هذا حتعامل معه بعد شوي مش مشكلة، لكن مجهول ردة فعل صاحب المقهى هو اللي بيخوف. واضحة هاي؟ كل ما المجهول، يعني حتى قضية السقوط من أماكن عالية، بذكر كنا في مستشفى بسمة اجتنا حالتين غريبتين، طفل صغير لم يتجاوز السنة سقط من ارتفاع طابق أول، ما صار له ولا إشي ولا إشي، اكس راي، ام ار اي، سي تي سكان، صور، ما في ولا اشي. طفل اخر 6 سنوات سقط من طابق ثالث لكن تقريبا نفس الارتفاع، توفي مباشرة. مما يجعلك انك لا، الامور مش زي ما انا متخيلها، مش محسوبة دائما انه يعني اذا وقع لا، مش شوفوا حوادث السير، سيارة انعجنت بيطلع منها صاحبها سليم. يا عم انت متأكد في روح ثانية جوا ولا لا؟ لا لا لحال. سيارة ثانية يدب هيك، وإذا الزلمة يعني يمكن انفتح هذا الإيرباك وخنقه. هاي كمية المجهول بتخليك دائما في حالة خوف. ما الحل؟ أن يتحول الخوف إلى إيش؟ فضول. إلى فضول، وهو أيضا غريزة بشرية. أنا زي ما بقول دائما، لو أنا قاعد بشرح الآن وشادي نظر إلى شيء هون على الأرض، أنا مش عارف إيش هو، بس كل شوي حاسس انه شادي عم بيطلع. الان تلقائيا سيتحرك داخلي ايش؟ فضول. خوف. لا، اول شيء خوف. الخوف سيدفعني الى شيء اخر اسمه الفضول، اني اجي واطلع هيك. الان هذه النظره جعلت المجهول ايش؟ معلوم. بس وساعتها بكتشف انه ولا شيء. شادي عم بيتامل مثلا باللون الاخضر مع مناسبه عاشوراء مثلا، طيب، او عم بيطلع على صرصور ماشي بالشارع، او ما الخوف. هاي خوف. مثلا الصرصور يقول لك يا عمي بعرفه. لا، ما بتعرفه. لما انتم تكونوا مثلا صغار وعندكم حد في البيت من النوع اللي بيتعامل مع الحشرات كثير، وبتلاقيه يمسك الصرصور وبيقعد يلعب بهاي الشنبات وكذا، الاطفال اللي عم بيتربوا مع هيك انسان حطوهم جنب اطفال تربوا مع وحده، اذا سمعت انه صرصور باخر البنايه تعمل هيك وتهرب، هذا اللي بالنسبه له الصرصور مجهول راح يظل معاه الخوف الى ان يتجاوزه بيوم من الايام، والثاني بالنسبة له عبارة عن حشرة وبالعكس وبيتدرس وكذا ومش مقرف زي ما انت متصور، ولا حسب ايش يعني العلماء ايش بيختصروا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حسب ايش تصورك للموضوع. الان هذا الفضول
لما انا ببلش ابحث وببلش ادرس وببلش هذا المجهول كله اللي كان عامل لي مشكله واللي كان عامل لي خوف واللي كان عامل الدائره هذا كله راح اقضي عليه. واحده عندها وسواس، ايش وسواسك يا اختي؟ انا بوسوس بالصلاه وكذا. طيب تعالي نيجي على المجهول اولا، انت متاكده انه الاحكام الشرعيه تبعت الصلاه عرفتيها؟ اه طبعا يا دكتور بحضر المراكز. طب اوكي، انت عارفه انه الله سيقبل وضوءك ايش مكان؟ لا كيف؟ لا لازم طبعا اكون متوضي عن جد. لا شفتي، هاي اول معلومه انت ما بتعرفي، هذا اول جهل. طب انت بتعرفي انه صلاتك انت حتى لو صليتيها وانت ناسيه وساهيه وكذا مقبوله؟ لا كيف يعني؟ لا طبعا انا ما بتعرف، انا بكبر 5000 مره لاني بكون ناسي دعاء الاستفتاح وبصلي مش عارف ايش. لا تضحكوا يا جماعه، هذا شيء مزعج جدا، الله يعين الناس اللي مصابين فيه. طيب لا ما بعرف هاي المعلومه. طب انا خليني اسالك سؤال، شو الاهم عند ربنا؟ انك تحافظي على نفسك من الوسواس وانك تكوني ضحيه للشيطان، ولا انك تاتيه وانت يعني مسبغه الوضوء ومكتمل اركان؟ اظن الثانيه، بس كانك عم تحكي لي ان الاولى هي الجواب صح؟ اه حبيبتي الاولى هي الجواب، الاولى هي الجواب، لانه واضح انه المقاصد الشرعيه مش واضحه عندك، واضح انه فقه الاولويات مش واضح عندك. هذا كله جهل، هذا كله جهل. وكم من الرجال والنساء اجوا عندهم وسواس في الصلاه والوضوء انحلت مشكلتهم بانهم بس يعرفوا الحكم الفقهي في المساله بس. طبعا الحل الثاني للوسواس هو دائما يقوم على ساقين، الجهل والفراغ، انه يحل المسائل المجهوله. وقد تكون بالمناسبه مش بس شيء له علاقه بالصلاه، مرات يكون له علاقه باشياء ثانيه، كلام الناس، شيء له علاقه المهم مجهول من انا ولما انا، هي لازم تكون واضحه. ثانيا انك تقضي على الفراغ. بعض يقول لك يا عمي شو فراغ؟ انا بشتغل من الساعه 8 للساعه 5، انه فراغ؟ دائما بقول لهم في شيء اسمه فراغ ذهني. بتلاقي شخص زي ما المثال التقليدي بجيبه الكاشير. مروا على المحلات، وانتوا بلاش محلات الكاشيرات مروا على الشباب اللي بتلاقيه قاعد لا بهش ولا بنش على المحل، قدام المحل قاعد بزر بيطلع اللي رايحه واللي جايه. هذا في نظره هو يعمل. بلاش هذا، هذا حتقولوا ما عم بيشتغل شيء. الكاشير من الساعة 8 للساعة 5 وهو ماسك تك 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 وبيطبع وشغال وبيحاسب الناس وبيحط لهم الأغراض لكنه في الداخل لا شيء جديد، ما في شيء جديد، إيده متعودة على التك تك تك لدرجة إنك تستغرب يا عمي كيف هذا بيقدر يطبع هيك بإيد سريعة. طيب وفي نفس الوقت قاعد بيطلع على الفيديو كليبات قدامه بالتلفزيون وبيطلع على اللي رايحة واللي جاية، هذا مليء بالوساوس. إمتى بتطلع كل هاي الوساوس؟ لما الأخ يعني هيك يقوم يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر وبيجيك بعدين أنا عندي وساوس. من وين يا دكتور؟ طب هل حاولت وانت قاعد في نفس هذا الوقت انك تسمع لك مادة مفيدة، تجاوب على علامات استفهام معينة مرت عليك، تطلب علم عن طريق الفيديوهات والكليبات والقنوات لا لا. وحدث ولا حرج طبعا عن ربة البيت اللي شغلها كله ما بين المطبخ وتحضير الشنطة للأولاد وبس. هي ماذا تقدم لنفسها من جديد كل يوم؟ لا شيء. فهي في حالة فراغ ذهني وهي أعرض للوسواس من غيرها. طيب ما زلنا عم بنجاوب على أهمية أنه نفكر ونجاوب على علامات الاستفهام. نيجي على هذا المثال، هذا المثال كثير بكرره والناس اللي حاضرين اللي قبل بذكروا دائما. المدخلات أو الخواطر هذه لما بتفوت تترك علامات استفهام زي ما قلنا. الآن أنا عندي شغلة من الثنتين، يا أجاوب علامات الاستفهام عن طريق التفكير أو أبلش على الأقل، يا إما أطنش. ما الذي سيحصل؟ اللي سيحصل كالتالي، اللي بلش يفكر أو تفكر تحولت علامات الاستفهام إليها من مادة مجهولة إلى إيش؟ إلى علم. أيوة إلى علم، ومن العلم إلى أورثته الطمأنينة والقوة، ومن الطمأنينة والقوة إلى فيما بعد إلى الشخصية المؤثرة. حتى وإن كان ساكت، حتى لو كان صامت، حتى لو كان هادئ، حتى لو كان مش فاعل كثير في المجتمع، بس مجرد أنه عارف إيش اللي عم بيسوي ومطمئن له بيخليه مؤثر. في المقابل روحوا على الزاوية الثانية، ما عمل ولا إشي، طنش، ما في تفكير، تطنيش هيك عايش هيك، هيتحول إلى إيش؟ علامات الاستفهام هذه سيثبت فيها الجهل، وبدال الطمأنينة سيكون
خوف، ومن الخوف الضعف إلى شخصية تابعة. وهون بحكي المثال اللي بحكي من 10 سنين وما بمل منه، والناس بحسهم بيفهموا كثير لأنه يمكن واقعي. سجلوا عندكم الأسماء هذه: جاهل، متعالم، جهول، رشيد، أبو جهل. جاهل، متعالم، جهول، رشيد، أبو جهل. جاهل، متعالم، جهول، لا جهول، رشيد، أبو جهل. شو القصة؟ القصة أنه جاهل ومتعالم وجهول عزمهم رشيد على الإفطار في رمضان. لما أذن لصلاة المغرب، جاهل شو راح يعمل مباشرة؟ تلقائيا أذن لصلاة المغرب، شو راح يعمل؟ راح يفطر، صح؟ إجاله متعالم، تعال شو اللي قاعد تسوي يا زلمة؟ إيش بدي أفطر؟ لا، لا يجوز، لازم أول شيء تصلي بعدين تفطر. طبعا هيك حكاها بالعربي الفصيح حتى يطلع يعني إنه هو متعالم. متعالم بالضبط. طيب ما الذي حصل عن جاهل؟ سحب إيده مباشرة. ليش؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل، وبالتالي خايف إنه أجر الصيام يروح والكذا. ليش؟ لأنه جت له معلومة تقول إنه لازم يصلي قبل أن يفطر. فتلقائيا الاثنين سحبوا حالهم، من راحوا؟ راحوا يصلوا. مين إجاهم؟ جاهم جهول. وين رايحين يا شباب؟ رايحين نصلي. لا يا جماعة، شو تصلوا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. أوه، هذا حكى النبي، هذا أكيد شيخ، هذا أكيد سلم علامي. هذا تركوا الصلاة ورجعوا مرة ثانية على الإفطار. لاحظوا التردد اللي صار عندهم، لاحظوا واحد زي جاهل صار متردد مرتين. شوفوا، شوفوا كمية القلق اللي في شخص زي هذا. وطبعا صاحبه الثاني صار متردد هسه مرة. بلشوا الجماعة يأكلوا وبلشوا إيش؟ بدهم يخلصوا الفطور لحد ما يأذن العشاء. مين إجاهم؟ إجاهم رشيد اللي عازمهم. يا جماعة الخير شو بتسووا؟ بدنا نقوم نصلي. لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي. هيك عم بيحكوها طبعا بي يعني طبعا، ولا جهول قالنا. قالهم يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسواتي من ماء ثم قام ليصلي. يعني اكسر صيامك بس وبعدين. إيه، هذا حكى الحديث كامل، هذا أكيد فهمه. سابوا الفطور وقاموا علشان يصلوا. طبعا لاحظوا كم مرة تردد الأخ جاهل وكم مرة تردد الأخ متعالم والأخ جهول. ثاني يوم عزمهم الأخ أبو جهل على الإفطار. برأيكم لما يؤذن لصلاة المغرب شو حيسووا؟ يكسروا صيامهم. حيكسروا صيامهم لأنهم لساتهم متأثرين بمين؟ برشيد. وفعلا كسروا صيامهم وقاموا بدون يصلوا. جاهم مين؟ أبو جهل. أبو جهل المعذب. واللي يا جماعة هي فيها حق رجال يا جماعة، شو اللي تسوى؟ أكل رجال على قد أفعاله، شو كان؟ لا، ما أنت مش عارف، ما هو يعني أنت مش عارف، أنت الرسول كان يفطر على تمرات وبعدين يقوم. مين قال لكم هذا حديث ضعيف يا زلمة؟ كمل كمل كمل. إيه؟ قال لك حديث ضعيف، هذا أكيد بيعرف مصطلح الحديث هذا. خلاص، سابوا الصلاة ورجعوا كملوا الإفطار. إيش اللي صار؟ اللي صار إنه الثلاثي هذول للأسف يمثلون معظم، للأسف معظم الشعب العربي المسلم. بتشوفوهم بالمصليات، بتشوفوهم بالمساجد، بتشوفوهم بأروقة المدارس والجامعات، مليان أفعاله وسلوكه اليومي بعلامات استفهام ما بيعرف منه. أنا زي ما بقول دائما، بكون رايح مثلا على مسجد، على مصلى كذا، المهم صلاة مسبوق، خلصوا الإمام وقمت أنا أكمل. فبتلاقي مثلا أنا مثلا مكاني جاي على آخر، يعني آخر شيء، وما قدامي مكان أقدر مثلا أقدم له، فبيبلش الناس يصفوا يستنوني علشان أخلص صلاتي، عشان بدهم يمروا، مع أنه المكان قدامي يسمح أنه ممكن يمر. فبتلاقيهم واقفين، بصير أنا أقلق في الصلاة، لأنه بصير أسمع التنفر وال... وقع الخشوع كله يعني يا عمي. طب مر مر، بإمكانك تمر. طيب، لدرجة أحياناً بقولهم بأشر انه يعني مو
ابدا الاخ يعني ما شاء الله اللي يعني الخشوع والورع لانه الاخ ما بيعرف ان ستره المسلم عند موضع سجوده مش بالضروره يكون قدامه شيء. بعض الناس فاهمين القضيه انه لا تمر بين يعني بين يدي المصلي، مع انه كلمه بين يدي العلماء بيحكوا بين يدي يعني هون، هو فاهمها بين يدي يعني من هون للمشرق، ما دام انا قاعد بصلي وما في قدامي حاجز اذا من هون لامريكا ما حد يمر. جهل، ولكم ان تتخيلوا هذا الجاهل واللي بعده طبعا الطابور الجاهل اللي وراه قديش كرهوا الصلاه لحظتها، وقوي اليوم اللي اجوا فيه على المسجد، واليوم اللي اخرهم فيه على العزيمه تبعتهم، مع انه القضيه بدها معلومه بسيطه. يعني احدث ولا حرج عن اللي بيصير في مصليات النساء، يعني انسى الموضوع، القصص اللي بتجينا من مصليات النساء يعني، وخصوصا الاولاد وما اولاد والتعامل معاهم وكيف بتشيل وكيف بتحط شيء جهل. في حين الثلاثي هذول كان بكل بساطه لما رشيد حكى لهم الحديث كان بامكانهم يقولوا له من وين جبت الحديث هذا، يقول لهم والله من كتاب الصيام في رياض الصالحين، من فقه السنه، من فلان، بيروحوا على البيت يقرؤوه. فلما ابو جهل يتفلسف يقولوا له انضب واسكت لانه الحديث صحيح بس، لكنه لا هو تاكد ولا مهتم يتاكد ولا يلا زي رمضان بيجينا كل سنه مره زي كانه بيجي فجاه، معناه بيجي كل سنه وعارفين امتى هو بيجي، بس زي كانه بيجي فجاه. ايه اجى رمضان بلشوا صارت على الفضائيات، شيخ صحيت اليوم وانا ناسيه واكلت مش عارف ايه، نفس الاسئله نفس الاسئله كوبي بيست عن جد، معجون الاسنان ايوه معجون الاسنان غير نفس الاسئله والسواك وما طب كيف ما هو سنه يا جماعه، يعني عيب والله عيب، يعني بدي احكي حرام عيب عيب ايش بيجينا. طبعا حدث ولا حرج عن الصلاه، بنصليها كل يوم ما بنعرف شو نقرا فيها ولا كيف، وبقول لك ليش بوسوس في الصلاه. اذا باختصار المدخلات اذا تعاملي مع المدخلات كفيل يا اما يحولني لشخصيه قويه مؤثره او الى شخصيه ضعيفه تابعه، بس مجرد التعامل مع المدخلات. السؤال الان اللي ممكن البعض يتساءله، طب يا دكتور المدخلات كثيره شو ايش ولا ايش اللي حوقف عنده؟ زي ما بحكي دائما المدخلات اللي لها علاقه بحياتي اليوميه بمن انا ولما انا هذه يجب ان اتوقف عندها. اما المدخلات اللي ما يعني انا دائما بحكي لو سالتوني كم عدد المجرات ما بعرف وما بهتم، لن يزيد في ايماني شيء ولن ينقص في ايماني شيء اني اعرف عدد المجرات، لكنه كثير بهمني انه يكون في شيء عم بقراه في صلاتي اليوميه لكني مش فاهمه. كثير بهمني ان اعرف ما هي الاحكام الشرعيه بعملي كطبيب نفسي. كثير بهمني ان اعرف ما هي الاحكام الشرعيه في طريقه تعاملي مع الجمهور في الدورات والمحاضرات ومواقع الاسئله والشات والفيسبوك. كثير بهمني اني اعرف ما هو الحكم الشرعي في التعاطي مع الاناث في ساعه متاخره على الانترنت. هذا بهمني. مش اروح عند التليفون لازم افصفصه واعرف شو الفيتشرز تبعته كلها والواتساب كيف بندخل عليه، مش هذا كله بعرفه لكني ما بعرف من انا ولما انا. زي ما بحكي دائما كثير ناس بيسوقوا سيارات، لكن كم عدد الناس منهم او نسبتهم اللي علماء فيزياء؟ هتقول لي شو علاقه الموضوع؟ عالم الفيزياء هو اللي متبحر في هذه المساله، لكنه قائد السياره يستخدم كثيرا من علم الفيزياء، لكنه لا يشترط ان يكون عالم فيزياء. يعني انت تعرف السرعه النسبيه والانعكاس والتسارع لكنه مش بالضروره تكون عالم فيزياء، وكذلك مش بالضروره تكون عالم شريعه، لان البعض على طول يعني الدكتور قصده انه نطلع من هون كلنا لازم نكون علماء شريعه، لا مش هذا اللي حكيته غلط. لكن ينبغي ان اعلم من الشريعه ما يجعل قيادتي لحياتي قياده امنه، زي ما بعرف من الفيزياء والكيمياء وقوانين السوائل ما يجعل من قيادتي للسياره قياده امنه. ان شاء الله. هاي باختصار، اذا خالط بالجهل مدخلات مجهول شو بيصير بعديها؟ خوف ضعف وما اسميه اهانه للذات، اني انا بهين نفسي. في مقابلها اذا هذا الجهل قضي عليه عن طريق العلم صار في طمانينه وقوه وشخصيه قياديه. القضيه كلها بشو عم بسوي انا بهذا اللي باقي، شو عم بسوي بما تبقى من مدخلات عندي، وكرر المدخلات المهمة. يعني لا يجوز، معلش خليني هيك أعطي أمثلة عملية شوي، لا يجوز لشاب من الشباب هون
يكون عنده بعض الشبهات اللي عم تجيله بين الحين والآخر، خصوصا في موضة الإلحاد واللي عم بيصير الآن حول الوجود الإلهي والعدل الإلهي. إخواننا بسوريا ليش ربنا ما يتدخل يا أخي؟ ومش هذا ظلم؟ ليش لحد الآن عم بيصير كل هذا شبهات؟ روح، هذه مسألة تعطيها وقت بدل ما تقضي لك أوقات على أشياء على يوتيوب كليبس بحجة إنه والله أنت عم بتتابع القضية. ما تتابعها يا سيدي، ما بيهمني إنك تتابع الشأن السوري الآن. روح جاوب علامة الاستفهام هذه، روح اقعد مع واحد من مشايخ الفهمانين، روح اقرأ كتب حول القضاء والقدر والتسيير والتخير والكم، هذا أولى. الأخت اللي عندها قضية وقرنا في بيوتكن، يعني أنا بطلع الجامعة يجوز ولا لا يجوز؟ طب ما هو الجامعة مختلطة بالاختلاط، شو أروح أقرأ في هذا الموضوع؟ مش تضلها علامات استفهام عندي وكل يوم عم بطلع وأنا مليان علامات استفهام بس أنا قدام الناس ملتزمة؟ لا، أنا هاي مشكلة. تروحوا تحطوا ورقة وقلم، شو الشبهات اللي شاغلتني؟ 1 2 3 4 هاي والمهمة في حياتي. مش شيء مزعج إني أكتشف في جامعة من الجامعات في كلية شريعة أكثر من نص الحضور من الطالبات يومياً بيطلعوا وهن يحسبن في داخل أنفسهن إنهم عم بيطلعوا يسووا حرام. بس شو بدنا نسوي؟ ما الدولة كلها هيك؟ أهلا وسهلا، في مشكلة عندك إذن. في كثير من الشبهات بدها فعلاً واحد يحطها وبلش يجاوب عليها، وطبعاً هاي راح تفتح أشياء كثيرة فيما بعد. بس شوفوا سبحان الله، بمجرد إنه تجاوبوا إنه تعلموا، شوفوا الهدوء واليقين والطمأنينة اللي راح تكون موجودة. طيب الآن أحسسنا، ثم انتقلنا إلى التفكير، والتفكير هذا زي ما قلنا طلع بأشياء كثيرة، بس قلنا ميزتها إنه على الأقل أنا عارف إيش هي الآن. يعني حتسألوني الآن دكتور أنت في عندك علامات استفهام موجودة الآن ما لها إجابة؟ طبعاً عندي علامات استفهام ما لها إجابة، محطوطة في مستودع الدماغ عندي بملف خاص فيها، لكنه مش شاغلني، مش شاغلني أبداً، لكني بعرف أنها موجودة، وبعرف إذا سئلت عنها أحكي لا أعلم ما أتعلم، وبعرف أنه لو صح لي وقت زائد عن اللي عندي واللي هم فيش، بس يعني لو صح لي وقت بروح أقرأ فيها شوي، بس على الأقل أنا عارف إيش فيه. لكنه هذه المجموعة الكبيرة، هذه البعثرة، هذه الفوضى تبعت الأفكار، إيش بدها؟ بدها ترتيب، وهذا ما سنتحدث عنه في العقل بعد الفاصل. قديش بقي على الأذان المغرب؟ أذان صار له 10 دقائق. طيب في أي سؤال؟ ما في سؤال، خلص من بعد الأذان.